الناس دلوقتي ما بتسألش عن جدوى الصوب، احنا عارفين انها مهمة وانها مفيدة. الناس دلوقتي بتسأل خربتوا الصوب الزراعية وبوظتوها ليه يا فشلة؟ كلفتوها 16 مليار جنيه وبعد كده ما بتعملش حاجة ليه يا فشلة؟ تخيل ان دول كريمة، الكريمة عندهم، المهمين اللي عندهم، متخصصين اللي طلعوا كلمونا في موضوع الصوب الزراعية وردوا بقى على تسريب عبد الله الشريف، وزارة الزراعة ونقابة الفلاحين. الكلام الكبير بقى مش هتاخده من دول، الكلام الكبير بقى تسمعه من مصطفى بكري. تعال نشوف مصطفى قال ايه. قول يا مصطفى. مصطفى بكري: اعداء مصر هدفهم ان تصبح مثل سوريا واليمن. يا واد يا قومي، وانا عايز اسال سؤال لمصطفى بكري، هل اعداء مصر نجحوا في تحويلها لسوريا والعراق ولا لسه؟ اعداء مصر نجحوا يحولوها لسوريا والعراق ولا لسه؟ وانا مش عايزك تجاوب، تعال انا اجاوبك. تعال اقول لك بالارقام، احنا في وضع اسوأ من كل حد، احنا في وضع اسوأ من كل الدول ومن كل الجيران اللي بتتحججوا بيهم. ليه؟ لان المفروض ان احنا دولة ما فيهاش مشاكل، المفروض انها دولة ما فيهاش مشاكل، وفي ارقام بتقول ان احنا في يعني في تطور اقتصادي و ولكن الواقع بيقول ان احنا اسوأ من اسوأ الاقتصاديات في العالم. ده بقى اللي بينطبق عليه المثل بتاع اسمع كلامك اصدقك، اشوف امورك استعجب. سوريا والعراق هم عارفين عندهم مشاكل ومتصالحين مع نفسهم وبيتطوروا، تحديدا العراق. انت لا بتقول انك عندك مشاكل ولا حاجه، انت بتقول الحمد لله على نعمه الامن، مش لاقيين ناكل، الحمد لله على نعمه الامن، مش لاقيين مرتبات، الحمد لله على نعمه الامن، مش عارفين نصرف على العيال، الحمد لله على نعمه الامن، وهكذا. ضيف بقى ان موضوع الامن ده فيه مشاكل اصلا، في امن ولا في امان ولا في حاجه، كل عام وانت بخير. ليه؟ لان الفقر مفتاح كل الشرور، الفقر مفتاح كل الجرائم. الناس لما بتفتقر، لما بتبقى محتاجه، بتستبيح اي حاجه وبتعمل جرائم كتير بكل اسف. انا بقى اللي عايزك تجاوب يا مصطفى، بس انت مش هتجاوب. تعال انا اجاوبك، اجاوبك بالارقام والاخبار الحديثه، مش هجيب لك من ورا. شوف يا سيدي، مصر اللي السيسي انقذها من مصير سوريا والعراق اهي، تراجع مصري بمؤشر الامن الغذائي عالميا وعربيا يعتمد على القدرة على تحمل تكاليف وتوفير وجودة وسلامة الغذاء. في 2019 كنا 55 عالميا، وعربيا كنا رقم 7 في الامن الغذائي. عارف في 2022 بقينا كام؟ بقينا عالميا 77 وعربيا رقم 11. المصدر للإيكونوميست امباكت. احنا تراجعنا 15 مركز في الامن الغذائي، واسعار الغذاء في مصر زادت بنسبه لا تحسد عليها، وده اللي بيتحمله المواطن المصري اللي بتعايروه، بيتحمله من جيبه. ادي الخبر اهو. ارتفاع اسعار الطعام بنسبه 68.2% ده في يوليو اللي فات على اساس سنوي. بص بقى، هتلاقي الحبوب والخبز زاد 55.7%، والدواجن واللحوم حوالي 93، والاسماك والمأكولات البحرية 83، الالبان والجبن والبيض 4 حوالي 65، الزيوت والدهون حوالي 30 ولا 31، الفاكهة حوالي 43، الخضروات 82%، السكر 38%، البن والشاي حوالي 76%. معدل التضخم هو ايه؟ هو اللي هو اسعار كل حاجه، مش الاكل والشرب بس، اللي هو القيمه الشرائيه لعملتك الجنيه بقت بالشكل ده. وبالمناسبه ده اعلان البنك المركزي بنفسه اهو، البنك المركزي المصري: التضخم الاساسي يسجل 40.7% على اساس سنوي. امتى؟ يوليو اللي فات، الشهر اللي فات. والبنك المركزي نفسه للدوله اللي انقذها السيسي بيستعد علشان يطرح اذون ب 600 مليون يورو في المزاد اهو. مصر ستطرح اذون خزانه بقيمه 600 مليون يورو الاثنين اللي جاي. ده رويترز لا عن البنك المركزي، كلها مصادر من الدوله. مصر العظيمه اللي انقذها السيسي، قلت لكم قبل كده انها ما فيهاش في خزنتها 300 مليون دولار عشان تشتري غاز ومازوت للكهرباء،
علشان كده قرروا يقطعوا الكهرباء عن الشعب صيف بحاله. الله أعلم بعد الصيف هيبقى الوضع إيه. هي هي نفس البلد اللي بتشحت لوجه الله، وده اللي قاله على فكرة توفيق عكاشة مشان